السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أدركتني صلاة الجمعة وأنا على جادة الطريق فصليتها ظهرا، فهل يجوز لي أن أجمع معها العصر والحالة هذه؟ إذا صليتها ظهر اجمع معها العصر، إنما الممنوع أن تجمع العصر مع الجمعة، تجمع العصر مع الجمعة. أما إذا صليتها ظهرا وأنت مسافر فلا تجمع. نعم، انتهى. صلى الله.